وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. إذا نرحب بك سعادتكم في نشرة الثامنة. ما أهمية معرض البحرين الدولي للطيران وما أهم ما يميز هذه النسخة، أي النسخة السادسة من هذا العام؟ مساكم الله بالخير. بداية لا شك أن المعرض أهميته تكمن في أنه يقام تحت رعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى خليفة ملك البلاد المعظم، وأيضا برعاية من اللجنة المنظمة العليا برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة، وأيضا بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. المعرض أهميته تكمن في أنه يوفر البيئة المناسبة لأصحاب القرار ورجال الأعمال والشركات العاملة في قطاع الطيران أنها تتواجد تحت سقف واحد وتنطلق من منصة واحدة للتباحث واستغلال فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ايضا هو راح يسمح بان المستثمرين والشركات المشاركه تطلع عن قرب وعن كثب على البنيه التحتيه المطوره المتوفره في مملكه البحرين في قطاع المواصلات وخاصه في قطاع الطيران. فاحنا مثل ما يعني صرحنا ان من قبل في عندنا مطار متطور افتتح من قريب وفاز بجائزه افضل مطار حديث في العالم، في عندنا شركة طيران متطورة وهي أيضا فائزة بجائزة أفضل شركة طيران متطورة، وأيضا عندنا بنية تحتية في قرية الشحن في قيد الإنشاء الآن واللي راح تعزز إن شاء الله من مكانة مطار البحرين في الشحن والخدمات اللوجستية. فهذه أيضا البنية التحتية والمشاريع الكبيرة اللي قاعدين نقوم بها يعني لا شك أنها راح تجذب الاستثمار وراح يكون في هناك فرصة حق المهتمين بهذا القطاع الحيوي فإنهم يطلعون عن قرب ويعني يتوافقون على كيفية استغلال هذه الفرص إن شاء الله فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. إذن سعادة الوزير، كيف تجد حجم المشاركة من قبل الشركات وأيضا المعنيين في قطاع الطيران؟ يعني المشاركة الله يسلمه هو مثل ما نعرف كان في هناك توقف في 2018 نتيجة وباء الكورونا، والآن رجعنا في 22 والمشاركة للحمد يعني مشاركة مشجعة جدا. في عندنا 220 مشارك من حوالي 21 دولة وهم خليط ما بين الوفود العسكرية والوفود المدنية. في عندنا 100 طائرة مشاركة في المعرض ما بين الطائرات الثابتة على الأرض وما بين الطائرات المشاركة في الدسبلي أو الاستعراض والعروض الجوية. في هناك 186 شركة مشاركة في المعرض، 70% من اللي أجروا الشاليهات التابعة للمعرض هي شركات دولية، وهذه أفضل من 2018. 2018 كان حوالي 65%، السنة في عندنا 70%، فهناك في زيادة 5%. هذه راوينا لازال في الإقبال على معرض البحرين الدولي للطيران. إذا السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.